بين كاراكاس وواشنطن اتصالات على مستوى عال جدا تجري منذ أشهر. نتحدث إلى ممثلين متعددين لفنزويلا. نعم، لا أريد أن أقول من هم، لكننا نتحدث على مستوى عال جدا. تصريح الرئيس الأمريكي أكده نظيره الفنزويلي. أؤكد وجود اتصالات منذ أشهر بين كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة إدارة دونالد ترامب والحكومة البوليفارية التي أقودها، وهي تجري بموافقة بموجب تفويض محدد ومباشر. هناك اتصالات متعددة بطرق مختلفة، مثلما سعيت للحوار في فنزويلا، فقد سعيت إلى أن يستمع الرئيس ترامب حقا إلى فنزويلا ويصغي باحترام إلى حقيقة الثورة البوليفارية في القرن 21، ويفهم الحقيقة التي يخفيها ضباطه ومعاونوه عنه. هذه التطورات تأتي بعد تعليق مدور الحوار الذي بدأ بين ممثلي حكومته ووفد من المعارضة برعاية النرويج منذ منتصف أيار مايو بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة. وغدات تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب يبحث مع مستشاريه سبل فرض حصار بحري على فنزويلا بعد فشل خططه لقلب نظام الحكم فيها. تهديد أمريكي كان قد شارك فيه بالتوازي خوان غويدو زعيم المعارضة، حيث حذر حكومة مادورو من أن عليها ألا تسيء تقدير خطورة فرض حظر أمريكي كامل على فنزويلا. وبالفعل كان الحظر النفطي قد فرض من الولايات المتحدة على فنزويلا في نيسان أبريل الماضي لتعزيز الضغط على مادورو بغية إجباره على الرحيل. وفي بداية آب أغسطس كان ترامب قد أمر بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة ومنع أي تعامل معها.